شجرة من أعلام العراق، هذا ما قرر أهالي قضاء المسيب شمالي محافظة بابل عمله تضامنا مع أخوانهم المسيحيين الذين ألغوا جميع مظاهر الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح ورأس السنة الميلادية احتراما لأرواح الضحايا من المتظاهرين والقوات الأمنية. احنا اليوم قامت منسقية متظاهري أهالي المسيب شجرة أعياد الميلاد بأعلام العراق، هاي شجرة أعلام العراق. احنا تعرف هاي الشهداء اللي سقطوا وهاي الشهداء اللي راحوا بهاي ثورة أحرار العراق، ثورة أكتوبر، ثورة تشرين. اليوم احنا قامينا شجرة أعياد الميلاد لكن على شغل علم العراق، هذا علم العراق هو اللي وحد العراقيين، هذا علم العراق اللي طلعنا به بالتظاهرات. بالبداية نهنئ إخواننا المسيحيين بذكرى ولادة المسيح ونشكرهم لأنهم تضامنوا معنا في المظاهرات ولغوا حتى الاحتفالات، ونشكرهم جزيل الشكر. فاحنا ارتئينا نسوي هاي شو اسمه هاي شجره الميلاد كراما للوطن واكثريتها اعلام عراقيه ولاجل المظاهرات الحاشده في العراق، ونسوينا ارتئينا نسوي هذه الشجره الطيبه شجره الاعلام. اهالي المسيب قالوا إنهم حاولوا إرسال رسالة سلام ومحبة لجميع أبناء الطائفة لتعكس الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد. بهاي المناسبة إن شاء الله نوصلها لكل العالم مو بس للعراق، وإن شاء الله مشاركين إحنا ويا أخواننا، نقول أخواننا المسيح بمولدهم المسيح عليه السلام. وهذه المناسبة عزيزة مو بس عليهم، عزيزة علينا مثل ما كان يشاركونا همومنا بكل المناسبات هم ويانا المسيح، والمسيح اكثرهم هسه بساحات التظاهرات وساحات التحرير. قاعد طالب حقوقه صار لنا 16 سنه، لا يوفرون حقوق، لا مي، لا كهرباء، صار لنا 16 سنه، ولا مدارس بها خير، الرحلات نقعد بها ثلاثه مفلشه، والراتب دا يجي ليهم، واحنا هذول شباب 1000 دينار تجيبهم ماكو. أنا طالب حقوقي. وبحسب محللين فإن العلم العراقي يمثل جميع العراقيين، وفكرة عمل شجرة ميلاد منه تأتي لتكسر الطائفية والإثنية التي تلعب على وترها بعض القوى السياسية والتي كسرها المحتجون بجميع طوائفهم عندما رفعوا شعار نريد وطنا إلى جانب شعار نازل آخذ حقي.